أسعد الله مساكم بكل خير. في حالة انتصروا سأخرج للطريق وأعد أصواتي التي صمتت وأجلس في الطريق وممددين أنا وظلي والخسارة سوف نصرخ بالطريق أوصلتهم وأضعتنا شكرا نحبك يا طريق. بهذا أنشد شاعر تونس الكبير الفقيد محمد الصغير لدى أحمد ذات لحظة سبقت انتخابات تونسية سابقة مثلت البروفة الأولى لشعب يتهجى الديمقراطية. هل نقول بالشاعر النبي مرة أخرى ونحن نستمع لمعاني هذه السطور الشعرية تلفظ بها النخبة التونسية بعد أن تأكد خسران الأحزاب والمعارضة معا؟ وفي استعارة رياضية عجيبة ينهزم الفريقان المتباريان وينتصر لاعب الاحتياط تدور على غير أسمائها، هكذا سمى البعض ما يحدث في هذه الانتخابات الرئاسية التونسية. فالفائزان هما رجل بلا حزب ولا جيش ولا برلمان وآخر من محبسه، اثنان يتصدران المشهد في نهاية روائية عجيبة مر علي حتى اللحظة يومان، وما زالت الدهشة والحيرة تستبدان بالجميع. تفكيكا لهذا التاريخ الراهن لابد من الإصغاء للصحفي مؤرخ اللحظة وللمحلل السياسي ولأهل الحل والعقد في شؤون القانون، لعل الواقع السياسي التونسي الآن وهنا يتحرر من هذه الميثولوجيا التي حفت به وتتبدد عنه العتمات. أهلا بكم، أنا مكي هلال، النقاش يبدأ بعد قليل.